عسلامتكم يا البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذايا وانتم في خيار الخير. الفيديو هذايا عملته انا توا في الصباح اليوم، نهار عيد ميلاد تسنيم، كيف اليوم نهار 25 اوت. زدان فراشنا بالملكة بهية الطلعة، بنتي وحبيبتي الغالية تسنيم، ربي ان شاء الله يحفظك ويبارك لك في صحتك وفي عمرك، وربي يخليك ليا انت ومحمد بالطبيعة. منحب الفيديو هذايا نذكرك كان انت بركة بنتي العزيزة الغالية. يا ربي فرحك ويسعدك. سامحوني البنات، لغالبا راني بكايه في الفرح نبكيو، وربي بعد علينا الحزن. فرحانه اليوم بعيد ميلاد بنتي، فرحانه لي هي بنتي، الحمد لله يا ربي. تسنيم نحبك برشا، حبيت نعمل لك الفيديو هذايا ونهبطه في القناه نتاعك من غير ما انت تعرف، خاطر حاولت باش نعمل لك سوربريز في عيد ميلادك. يا اخي يلا غالب فشلت، اما جوست اليوم حبيت نقولها ان شاء الله كل عام وانت ملكه. انا راك هكايا بعينيا، انا نحبك نحبك كيما اي ام تحب صغارها، راك ديما ملكه، وان شاء الله يا ربي يسعدك ويعطيك على قد قلبك، وان شاء الله ربي يفرحك ويفرح قلبك كيما ديما تفرحني، وتفرح خوك وتفرح ابوك. ما نحبش نطول ياسر باش ما نبداش عندي برشا ديزيموسيون معناها هكايا وكل شيء. حاسيلو حبيت نقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير تسنوم الغاليه، ربي يفضلك ليا. وحبيت بالمناسبه هذيا الورد هذيا انا هديته لها زاده، حبيت زاده نوريكم شويه من التصاور نتاع تسنيم في مراحل معناها نتاع مراحل نتاع عمرها وهي صغيره اللي ما تعرفوهمش انتوما. نحب لهنا ساعة أول حاجة نوريكم التصويرة اللي هي وانا خارجة بها من الكلينيك، هذيك اللي لابسة روبة حمراء أمي، ربي يفضلها ويطول في عمرها ويشدلها في صحة بدنها، واللي بالفولارة والجبة الروزة هذيك حماتي، ربي يبارك لها في صحتها ويشدلها في صحتها يا ربي، وربي يفضل هي النتائج فوق روسنا. وهذيك نجلة كي كانت ضعيفة، هذيك نهار اللي خرجنا بالكلينيك. سامحوني هذيا انا ما منيش بالحجاب وقتها، مازلت في الكلينيك لهنا. يلا مثالش هذيا سنومة لهنا، سنومة مع بابا يرحمه، مازلت صغيرة لهنا، عمرها 5 ولا 6 ايام. هذايا مشيت لدارنا بعد ما قعدت في دار حماتي، خاطر انا كنت في السعودية، روحت ولدت في تونس، ومن بعد عديت كلكو جوغ في دار حماتي وكلكو جوغ في دارنا. هذه سنومة مع حماتي، ربي يطول في عمرها ويشدلها في صحتها، ومع ليندا بنت خالتها. كيف كيف هذه التصويرة زاد احنا خارجين من الكلينيك لهنا، تسنيم مع خالها خويا يعني اكيد طوى تبارك الله بصغيراته، ربي يحفظ له صغيراته، خويا نوفل ربي يفضله ويطول في عمره ويفضل له صغيراته يا ربي. لهنا تسنيم في حفلة متاع الروزة، هاي كتسنيم اللي لابسة بال هي متطببش عاد التليفون، اللي لابسة بالروز اكيد عرفتوها هذه. لهنا تسنيم في الدار في بيتها، كلكم تعرفوها بيتها هايكا ملي هي صغرونة، هنا يظهر لي عمرها 3 4 سنين من بعد، هيك بنت جيران وزر كيفاش عاملين لابسين وعاملين عرس زعما زعما عروسة، وانا حاسيلو ماخذت لهم بخاطرهم ونزين ونقد. شنو بشنو عليكم، هنا تسنيم تلعب في بيتها باللعب متاحة، الدبدوبة ذيك جابتهولها عمتها ربي فضلها وهي عمرها عامين. لهنا تسنيم زادة جبت لكم شوية صور مش برشا، هنا تسنيم في بيتها. لهنا تسنيم زادة كالضحكة المزيانة، ربي يفرحها يا ربي ويعطيها على قد قلبها ويسعدها يا ربي. هذه تسنومة بالبيبرو أباغمون، بيبرو هذيك والله ليني راب لكدا لحظة نلبس لوناتي، صدقوني ما لقيتش لوناتي. يال هنا تسنيم هي وبوها، ربي يفضلهولها يفضلها ليه. كنت مغرومة ياسر بالتصوير ها كامل وانا نصور فيها، هذه سنومة صغيرة بالكل. هنا هذه تسنيم زادا مازالت عمرها كلكو شهور،
هنا تسنيم زادة أول مرة تمشي البلفيدير صغيرونة معها جورة مع حنان بنت جيرانا، إن شاء الله يتفرجوا في الفيديو ويشوفوا رواحهم كي كانوا صغار. مش نطول برشا خاطر محمد مش بشي خليني هذه تسنومة. هنا أنا وقت قصيت لها شعرها، هذه زادة تسنومة، هذيك تسنومة، هنا تسنومة راقدة، هنا تسنومة مروحة من الروضة، هي بنت جارتنا تجري. هذه حفلة بتاع عيد الأمهات في الروضة، معرفش شكون المرأة هذيك اللي قاعدة في حجرة تسنيم. هسيلو هذا ألبوم مصور عام 94، هذوما المعلمات متاع تسنيم كانوا يحبوها برشا في الروضة، كانت محبوبة برشا في الروضة. منعرفش اسكو واضحين ولا لا التصاور. هذه روبتها جبتها لها من ميتها وقتها من السعودية. لا هذيك بنت اختي لندا. هنا تسنيم هي ولندا بنت اختي. هنا تسنيم زادة، هذوما زادة في الحفلة. حبيت نعمل هكا نجيب لكم برشا سنخة نشوف حاجات اخرى تصور اخرين. لهنا تسنيم مع ماماتها وابوها وامها، امي وحماتي هنا وقتها في دار حماتي. مازال تسنيم عمرها نهارين يظهرلي ولا 3 ايام يدوشولها ولا يعملولها في الزيت يقمطوا فيها. هنا مازالت في الكلينيك، هنا مع مرت عمي جميلة يرحمها، لهنا مع عمها، لهنا يدوشولها. حاسيلو برشا 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 تصور هنا في دارنا في اللوندو. لهنا راقدة، ولهنا تسنيم مع خالتها وولد خالتها هذه حليم. هوني مع ليندا. ليندا وقتها مازالو كيشراولها حوايج المكتب باش تدخل تقرا في سنة أولى، منديلة هكا والكرتابة ومصورة مع تسنيم. وهوني مع الغالي مع بابا الله يرحمه. هوني مع عمها رضا. حطيت هنا التصوير خاطرين نظهر في التصوير، غطيت بالتصوير هذيك. لهنا مع خالتها ريم. ريم توا ما عادش ضعيفة هكايا، وتبارك الله عندها 3 صغار ربي يفضلهم لها. لهنا تصويرها مع عمتها لميا ومع مماتها وشوية هذيك أمي. ما نعرفش هنا علاش لميا مش ظاهر راسها، والله لاني أنا اللي نصور، اللي صور هنا قص راس لميا. سامحني لميا لهنا لقيت كانت تصويرة هذية، إن شاء الله نلقى تصويرة أخرى. باهي لهنا تصويرة فيها العائلة، كانت عيد ميلاد تسنيم هذية عمرها 4 سنين. حبيت لهنا نقول ميرسي لاختي احلام على خاطر البريود اللي كنت عديتها في دارنا 5 ايام. كنت انا كنت نبدا راقده، وكي تقوم تسنيم هي تقوم وتحملها وتقعد ترقد فيها، وانا تقول لي ارقد ارقد انت، انا نحب نرقد ونقول لهم نحب نرقد، تولي هي مسكينه تقعد معناها ليه هي بها وانا نرقد. هسيلو ما نحبش نطول عليكم، ان شاء الله يا ربي يتسنوما، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير، ان شاء الله يا ربي نفرح بيك ونشوفك عروسه ونهز ولادك وانتي ومحمد، وان شاء الله يكون يعجبك الفيديو هذايا، خاطر حاولت باش نعمل لك مفاجئات ما نجحتش، ان شاء الله المفاجاه هذايا تنجح. عملت معناتها ريزيرفاسيون تاع الاوتيل ما نجحتش، عملت باش نمشي نعمل الورد وجاتو كل شيء فشلت كيف ما نجحتش. هزيتها البارح شريت لها الورد، قلت لها بناتي باش نعاود نهبط اليوم، في بالي عامله بروجرام باش نهبط اليوم ونمشي نشري لها الورد ونفاجئها نعمل لها مفاجاه اخرى. يا اخي كيف فشلت، قلت لها هيا باش تهبطني لتونس وسخانه وكل شيء ويزمني المدى. دونك يلا ان شاء الله الفيديو هذايا يفاجئها ويعجبها وكهوا.
إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير عزيزتي، ربي يبارك لي فيك.